في البداية بنرحب بنجمة طبعا الكرة الطائرة سيدات في النادي الأهلي ونجمة منتخب مصر واللي بتلعب دلوقتي في دوري الجامعات NCAA. بنرحب بسهيلة وفي. أهلا بيك يا سهيلة. أهلا بحضرتك، منورة برنامجك وبرنامج الأبطال. طبعا سعيد بيكي وسعيد بالمستوى اللي أنت بتقدميه في دوري الجامعات. ربنا يخليك، شكرا قوي. سهيلة، خلينا نبتدي بالتجربة من الأول. يمكن أنت من ناشئات النادي الأهلي. الحقيقة طلعتي الفريق الأول شوية، بعد كده خلصت دراستك الثانوية، وبعد كده ايه اللي حصل؟ ازاي جات لك فرصه ان انت تروحي تدرسي في احد الجامعات وتلعبي هناك؟ احنا كان عندنا بطوله طبعا منتخب مصر، كانت تصفيات اولمبياد بتاعت الاخيره دي بتاعت طوكيو 2020. وسافرنا مع منتخب البرازيل، لعبنا هناك زي كان عندنا معسكر، وكان المدرب بتاعنا اجنبي. ولعبنا هناك فرق من البرازيل كتير وكسبنا، يعني يمكن دي اول مره كنا نكسب فرق من البرازيل. وبعدين رجعنا لعبنا بطولة، للأسف ما توفقناش، بس يعني كنا عاملين شغل كويس قوي بالنسبة ان احنا تقريبا كان معدل المنتخب سنه صغير قوي. 21-22 كان معانا طبعا كابتن نهلة سامح وكل الناس دي، بس قصدي كان معظم الفرقة كان صغير. الافريج صغير، السن صغير. بس فساعتها الكابتن بتاعي بقى قال لي انت عندك فرصة كويسة قوي لو انت سافرتي بره. لو كان جسيته ايه المفكرة؟ كان برازيلي. قال لي لو عايز تطلعي يعني انت كده كده اعملي هايلايتس وحاجات زي كده، يعني وهم هيتبص عليك، يعني شايف ان انت تقدري. قال لي انا قال لي يعني بالنسبه للبصرات وكده هتبقي كويسه قوي لو انت طلعت. فطبعا انا حطيت الفكره في دماغي، انا كان نفسي حاجه زي كده تحصل لي، وفعلا حطيت الفكره في دماغي بقى وجت بتاعتها بقى. طيب بعتي لمين؟ يعني برضه انا عارف ان انت مرتبطه بماما جدا وكان القرار هيبقى صعب جدا لانه انت هتضطري تبعدي عن ماما اغلب السنه. حقيقي. فلا احكي لي بقى التفاصيل دي، راسلت مين من الجامعات؟ ايه اللي حصل اول ما كونفيرم؟ ايه اللي حصل في البيت؟ يعني احكي لي التفاصيل دي. انا راسلت كذا جامعه هناك، كان ساعتها فتره الكوفيد، كان قبل بداية فتره الكوفيد على طول. انا اول لما رجعت من بطوله المنتخب دي ابتديت اراسل. كنت ساعتها في ثانويه عامه، وما كنتش ثانويه عامه، اعتقد كنت دخلت الاي يو سي في مصر. وابتديت اراسل الجامعات هناك، بعت لهم ايميلز وهم ردوا عليا على طول. يعني انا فاكره يعني انت دخلتي الجامعه الامريكيه وبعد كده بدات تراسلي وانت لسه، يعني خلاص انت كنت في اول سمستر في الجامعه الامريكيه. جميل. وبداتي بقى تراسليهم، فبقى الموضوع بالزبط. اسهل، انت نفس الميجورز تدرسيها هناك هناك لان هي جامعه بالزبط. واحده هترانسفير بس. تمام. بعت لهم ايميلز وهم ردوا عليا تقريبا بعدها بيومين ثلاثه، مع ان انا كنت فيري ليت، يعني المفروض ان انا كنت اقدم. لو انا هقدم على حاجه زي كده السنه اللي بعدها كنت اقدم من شهر 8، انا قدمت في شهر 2 او 3. قدمت متاخر قوي. في جامعات كتيره قوي قالت لي ناخدك السنه اللي بعدها، يعني كنت تقعد السنه دي كده كلها وناخدك السنه اللي بعدها، بس انا بقى كنت اخدت قرار انا خلاص انا ماشي انا عايز اسافر. فجالي كذا جامعه واخترت بقى الجامعه اللي انت فيها، هي في كليه شيكاغو صح؟ طيب حلو. قولي لي بقى لما قلت لماما يا ماما خلاص انا بالنسبه لي هسافر ان شاء الله وكونفيرم، عياط بقى وهستيريا؟ بص هقول لك على حاجه، ما اصلا كانوا فاكرين انا بهزر في البيت، يعني انا اللي كنت اللي هو ماشيه في الاجراءات وكل حاجه. سيبوها. بابا يعني عارفه يا ماما سيبيها هي ماشيه في الاجراءات تمام. بس اول لما بقى خلاص السكولر شيب اتبعتت لي ان انا همضي، لقيت بابا ده بجد؟ لقيت بابا بقى بيقول لي هو ده بجد؟ فقلت له يا بابا يعني خلاص انا همضي وانت محتاج تمضي معايا. فقال لي لا انا مش همضي على حاجه. بدانا بقى الحوار هنا. بدا بقى ساعتها ماما قالت لي هو انت يعني خلاص فعلا عايز تاخدي القرار ده؟ قلت لها انا خلاص يعني صليت صلاه استخاره، ويعني حاسه ان انا خلاص هعمل حاجه زي كده يعني. فهي قالت لي بصي انا يعني هما الاثنين بصراحه ما اعترضوش فكره السفر، يعني هما دايما في مصر اصل انت بنت ما ينفعش تسافري لوحدك والكلام ده خلاص. الكلام ده بقى بصراحه هما يعني حتى ولا احمد اخويا يعني ما حدش اعترض. طب واختك الكبيره؟ اختي الكبيره كانت عايزه تسافر معايا، يعني ما لهاش علاقه. خديني معاكي. خديني معاكي وانا هبقى مبسوطه. وانا مبسوطه يعني اختك ما كانتش معارضه؟ لا ما حدش في عيلتي اعترض تماما، يعني كل اعتراضهم ان هما مش عايزين يسيبوني. بس كاعتراض ان انت بنت او مثلا لا ما تسافريش او لا طب ما انت في اي سي. هو بابا يعني والدي كان اللي هو ما انت في اي سي في مصر يعني في نادي الاهلي وبتاع بالظبط، خليكي هنا. تقول لا يا بابا بره يعني حلو، جو تاني وخبره تانية. خبره طبعا تانية خالص. بس خلي بالك ده انت خدتي قرارك ده واحنا داخلين على كوفيد بقى والقصه دي، فده الموضوع قفلت بقى. قفل يعني الكوفيد ساعتها قفل كل حاجه. فاخدت يعني انا كنت اوريدي خلاص ترانسفيرد وكل حاجه، اخدت سمستر من البيت، كان فرق 8 ساعات، اخدت سمستر كامل من البيت.
8 ساعات اللي هم اكاديميك اورز اللي هي ال 8 ساعات دراسه صح ولا 8 ساعات فرق توقيت؟ فرق توقيت. توقيت انت خدتيه في الجامعه الامريكيه ولا خدتيه مع جامعتك اللي هناك؟ خدته جامعه جامعتي هناك وانا في مصر عشان كوفيد قفل عليا. عشان انت عملتي ترانسفير نقلتي خلاص وبدات تاخدي اونلاين كورس هنا بالزبط. فرق 8 ساعات ما بين نيويورك ما بين نيويورك ومصر 6 شيكاغو كمان بقى بتروح شويه كده ساعتين كمان بالزبط. ففرق بقى 8 ساعات تمام. فكنت باخد الليكتشرز بتاعتي والامتحاناتي الساعه 2 الفجر الساعه 3 الفجر كنت بتمرن ثاني يوم مع النادي الاهلي فكان بيبقى موضوع 3 شهور ازمه 4 أو 5 شهور بس عشان عايزه تحققي حلمك. انا قلت خلاص انا كنت اخدت القرار يعني ما كنتش. طب عملت ايه في السمستر اونلاين ده؟ حسيت الدنيا سهله؟ انا كنت جي بي اي 4 ده. اه يعني اعمال السنه خلي بالكوا الجي بي اي في الامريكان بتبقى من 4 يعني اعمال السنه الامريكان بتبقى من درجاتها او الماكسيمم بتاعتها او السقف بتاعها 4 فسهيله جابت 4 من 4 ده كان فرحه بيك قوي قوي بس ليه؟ انا بسال سؤال معلش. الناس اللي بتقعد تقول لك التعليم والتعليم في مصر واصل التعليم لما المصريين بيطلعوا بره بيجيبوا درجات عاليه جدا يعني حقيقة. يعني ليه ما عندناش ثقه في نفسنا ان احنا كويسين بدليل المصريين وعندنا سهيله مثال حي اهي خدت كورس اونلاين ما حضرتش كمان كورس اونلاين مع جامعتها في امريكا وجبت جي بي اي او درجات اعمال السنه او نتيجه الامتحانات 4 ليه ما عندناش ثقه في نفسنا كده؟ مش عارفه يعني انا بحس ان احنا كويسين قوي احنا بس محتاجين فرصه او محتاجين حد يحط سبوت علينا او محتاجين ان حد ينظم لنا الدنيا يعني يمكن اوحش حاجه ممكن اقولها ان في مصر ان انت لعيب ماشي انت لعيب على عينه وعلى راسنا بس احنا مالناش دعوه التعليم اهم حاجه ماشي ما انتوا لو نظمتوا لنا الدنيا هتلاقوا ان احنا ماشيين الدنيا مع بعض يمكن من احسن الجامعات دلوقتي اللي عامله كده كانت الاي او سي مثلا واكاديميه اللي منظمين الدنيا شويه في التعليم بس لو انت عندك خلينا ابقى صريح معاكي شويه الاكاديميه اكتر كتير. اه لان انت شفتي الاثنين وانا اه بس هو هي الفكره ان هو احنا محتاجين ده برافو عليك محتاجين نرجع تاني ان يبقى في تعاون ما بين وزاره التعليم وزاره الشباب والرياضه وده نعكس على اللاعب في مدرسته بالظبط ما هو التعاون انا لازم اشوف ليه ثمره الثمره بالزبط. ان اللاعب يبقى مرتاح انه في امتحاناته جدوله يبقى ما فيش مشكله مش حاجه مميزه بالظبط ان انا ما كنتش مرتاحه خالص في الاي او سي علشان حوار اللعب يعني مثلا عندنا افريقيا او عندنا معسكر فلازم مثلا عندك ازمه شهر غبت شهر عن الجامعه خلاص كده السمستر راح منك انا فاكره ان يعني ساعتها كان في دكاتره متفهمين قوي دكاتره تانيين صعبين جدا ما احنا مش محتاجين عايزين نخرج من دي عايزين نبقى نفسي. حاجه تبقى ايوه وبعدين نفسي يبقى في سبورت للاثليتس كسكولرشيب لان بره الناس الرياضيه دول حقيقي بيتشالوا فوق الراس يعني فعلا. اللي هو انت مثلا كويس فانت اوريدي واخد سكولرشيب انت حاجه يونيك جدا يعني هم هناك الرياضي ده منظمين له وقته ومنظمين له التمرين مع عدد الليكتشرز ده مع ده كل حاجه متنظمه يعني كل حاجه شيء. متنظمه ما تحسش ان انت عليك لود ان انت حتى تنظم لنفسك هو كل حاجه متنظمه هنا بقى لا هنا الدنيا مكعبله شويه كعبله كتير وبعدين هناك فكره ان انت عايز تدرس مثلا حاجه معينه او كده ممكن تبقى فرق مثلا طبيعي حتى ستيل في مصر مثلا جامعات في جامعات غاليه قوي في جامعات مثلا عاديه او متوسطه هناك مفيش الاوبشن ده هناك لو انت عايز تدخل جامعه معينه وانت اون سكولرشيب خلاص الموضوع منتهي وهي قصدها سهيله سكولرشيب يعني منحه دراسيه فهي بتقول بتطالب سهيله يعني ان المنحه الدراسيه ترجع تاني بس على فكره الموضوع ده موجود وفي في الجامعات الحكوميه يعني هنلاقي الدوله المصريه وفرت الكلام ده انا متابعه عن قرب يعني ابطالنا الكبار وفرت لهم سكولرشيبس سواء هو كان على المستوى الاكاديمي بيستحقها او المستوى التعليمي وشفنا حتى جامعات خاصه بدرت بالابطال الاولمبيين ان وفرت لهم مش عايز اقول اسامي طبعا عشان ما تبقاش دعايه بس وفرت لهم سكولرشيب فموجود بس انت قصدك انه يبقى سيستم يبقى نظام بعد كده ما تبقاش حالات فرديه طب خلينا نروح ليه احنا ركبنا الطياره خلاص الدنيا فتحت وبدانا التذكره جات لي انت طبعا فول سكولرشيب مظبوط ولا اصل بيبقى فيه سكولرشيب هاف وفول وبيبقى فيه برسنتج من انت فول سكولرشيب بعتوا لك تذكره الطيران يلا بابا باي باي يا ماما باي باي يا اختي باي باي يا اخويا مسافره رايحه امريكا ايه الوضع رحتي عملتي اتخضيتي يعني ايه اللي حصل مبدئيا اليوم اللي انا سافرت فيه كان فيه تلج كتير قوي تلج. فكان الكابتن على طول معايا يعني هناك اللي هو وصلتي طب الطياره اتاخرت مدير فني المدير الفني انت سافرتي من هنا لدبي دبي شيكاغو لدبي لشيكاغو كان في تلج كبير قوي اليوم ده يعني يمكن دي اكتر مره كان فيها تلج في شيكاغو حسيتي بالتلج ده يعني في اللاندنج بتاع الطياره ولا لما نزلت المطار؟ حسيت اول لما نزلت المطار يعني كان بقى الدنيا تلج كانش لسه معايا ولا جوانتي ولا معايا كوفيه ولا معايا كل الكلام ده معايا جاكيت
بس بقى بتاعي. فطبعا اول ما وصلت هناك بقى كانت الاسيستنت كوتش والهيد كوتش هما اللي جم خدوني من المطار وجابوا لي بقى الحاجات دي، هما جايين قالوا لي مش هتستحملي. هم دي حقيقه، دي حقيقه، انا كانت ايديا متلجه يعني. فهم بقى هما جايين جابوا لي الحاجات دي، وكان المفروض ان انا اكورنتين لمده 10 ايام. ده عزل لمده 10 ايام، ده كان الاجراءات الطبيه في امريكا وقتها بالظبط. ففعلا وصلت هناك قعدت 10 ايام، كنت بنزل كل يومين بعمل بي سي ار. وبعدين جه حوار الفاكسين. بتعمليه فين؟ في سنتر اللي تبع وزاره الصحه ولا كنت بتعمليه في الجامعه؟ تبع، هو السنتر تبع الجامعه. جميل. فكنت كل يوم الاساسنت تيجي تاخدني اروح اعمل الدوت وارجع تاني على ممتاز. على دوت، حتى ما كنتش بسلم عليها يعني، بقعد ورا علشان بالظبط. هو عزل عزل قوي. طبعا هم بيفولوا. بس هو اول لما نزلت، اول لما نزلت على طول هم حضنوني، لان احنا قعدنا 5 6 شهور بنتراسل بشوف تمارينهم وهم حاجتهم التمارين كل يوم بتتطور. هم تعلقوا بيك بس مجرد ان هم بس هم ما شافونيش. حاسس انت سيريس وجاده في الموضوع، فهم تعلقوا. كمان لما شافوا الجي بي اي بتاعي حسوا ان انا اللي هو ايه ده، لا دي كويسه، او ايه ده دي مثلا عربي بس الانجليش بتاعها كويس. فدي كانت حاجه يعني حسيت بالفخر لما جدا اول لما شفت درجاتي كنت مبسوطه جدا. طب قولي لي بقى بعد كده عملنا ايه في الجي بي اي؟ انا 3.8 دلوقتي. ممتاز. لا انت بتقولي ايه ده 3.8 ده احنا رايحين في ده، احنا يعني لما بيقولوا عدينا البراميل ده حلو جدا. لا ده حاجه جميله جدا. طيب خلينا نروح، احنا اتكلمنا على التجربه والقصه والحكايه وبتاع، عايزين نروح بقى نقول على فنيا الفولي بول هناك ايه اللي استفدتيه؟ لا استفدت كتير قوي. الفولي بول هناك اكتر من ان هو مهاري امكانيات. بمعنى ان مفيش واحده هناك قصيره، مفيش، يمكن انا من اقصر بس على الناس اللي هناك دي حقيقه يعني. مفيش حد هناك وحش، الفرق كلها صعبه. انا مفيش ماتش طلعناه 3-0 وروحنا، الماتشات كلها 3-1 يا 3-2 يا تخسروا يا نخسر. دي يعني حقيقة. كل وارد، كل الاحتمالات، كل الاحتمالات واردة. حقيقي انا مفيش ماتش لعبته سهل، مفيش ماتش كنت داخلاه. في عرب معاكي؟ في يعني ناس نفس الكالتشر بتاعتنا معاكي في الجامعه؟ في سلمى، في سلمى جت السيزون اللي فات على طول معاكي في نفس الفريق في نفس الجامعه. من انهي بلد؟ مصر ولا مصر؟ مصر. في الصيد. سلمى. سلمى سلمى صح، هي معاكي في نفس الجامعه. برافو برافو، دي حاجه جميله. أيوة. طيب يعني هونت عليك الدنيا شويه ولا انت خلاص بقى عديت كنت عديت المرحله بقى الخضه انا كنت خلاص خدت خضه دي كلها. يعني السمستر اللي فات انا رحت لهم في نص السيزون عشان حوار كوفيد، عقبال ما خدت الفيزا بتاعتي. خدت الفيزا ستودنت؟ ستودنت. اخدتها بس اخدتها بعد معاناه يعني. طبعًا عشان هم طبعًا كانوا قافلين الدنيا كلها يعني، حتى هم اللي كلموا السفاره هنا في مصر طبعًا افتحوها لزهيره يعني. دي حقيقه، دي حصلت دلوقتي. حتى دلوقتي ستيل برضو الفيزا صعبه يعني. يعني انا كنت على الانترنت على السايت، انا كنت عامله ايمرجنسي ابوينتمنت ان انا عندي ماتشات هناك وان انا ستودنت وكده. كان اول ميعاد امتى؟ كان اول ميعاد بعد سنه دلوقتي كده برضه، من معادي بالظبط دلوقتي كده برضه. فهم ساعتها لما كلموني ساعه السفاره كان المفروض معادي، انا كنت مستنيه من شهر 7 لشهر 1 عشان كده خدت السمستر اونلاين من مصر. جه في شهر 1 اجلوها كمان ل9 طبعا، كنت انا ووالدتي على نفس الابلكيشن. طب انتوا حاولتي تقللي الدنيا مع هم ساعتها بقى في واحد ده كنا السمستر الليج بتاعنا هيبتدي ساعتها، هم كلموا حد بقى هناك في امريكا طبعًا يكلم حد في مصر، كونسول بقى والقصص العاديه بالظبط. كلموني الساعه 8 الصبح يوم 13 قالوا لك تيجي دلوقتي. دلوقتي تسيبي كل حاجة وتيجي طبعًا دلوقتي. طبعا رحت عملت الانترفيو؟ رحت عملت الانترفيو. كان ماما معاكي؟ كانت ماما معايا بس ما خدوش ماما. انت يعني كنت على اكونت واحد؟ انا كنت على اكونت لوحدي. قالوا يعني والدتها هتستنى ل9 هي ماشي. وحتى لما انا رحت عشان انت ايمرجنسي بالظبط، انما والدتك مش هم عندهم رولز وقوانين مفيش هزار مفيش نقاش. رحت عملت الانترفيو استلمتيه بعد قد ايه بقى؟ جات لك بشركة الشحن؟ جات لك تقريبا بعد 5 ايام ورحت استلمتيها وخلاص. استلمتها وكنت تقريبا حاجزة بعدها بيومين. حلو جدا، برافو على فكره، دي خبره كويسه جدا. يعني انت اللي في سنك دلوقتي مش هيتكلموا في الكلام ده خالص، ولا يعرفوا يعني ايه فيزا، ولا يعرفوا يعني ايه انترفيو، ولا يعرفوا ازاي يقدموا ابلكيشن، ولا الكلام ده كله. انت خدت خبرات ازاي تحكي طيارتك، وازاي راح ولايه ثانيه، وازاي يعني اكسبيرينس حلوه جدا. طب خليني اتكلم عن المستوى الفني بقى. انت لما رحتي كان مين معاكي في الفرقه في نفس مركزك؟ هل كان حد اكبر منك؟ كان معايا واحده سينيور. سينيور يعني بقى لها 4 سنين بتلعب، وهي كمان كانت جراديويت سينيور، وكانت امريكيه هي؟ هي امريكيه. وهي كانت لعبة معاهم بقى لها 8 ماتشات اوريدي. بتلعب معاهم بقى لها 4 أو 5 شهور تاهيل يعني، السمستر الاولاني كله ما كانت بتمرن. كانت مصابه هي ولا كانت لا 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 كانت بتتمرن معاهم يعني.
بتتمرن معاهم سيزون، يعني احنا المفروض كانوا قاعدين بقالهم 4 أو 5 شهور بيتمرنوا بيعملوا تاهيل، بس هي لعبه معاهم 4 سنين، يعني هي سينيور، هي بالزبط كبيره بالظبط. فهي كل سنه بيجي لهم ناس ثانيه، انا قصدي ان هي بقى يعني كمان في السيزون ده بالذات بتمرنوا ومجهزه والفرقه واخده عليها وكل حاجه. هي كانت لوحدها في المركز ولا كان في اكتر من لعبه؟ كان في واحده كمان، لان هم كانوا قلقانين ان انا ما اجيش عشان حوار الكوفيد، فامنوا نفسهم بمعده ثانيه. طب لما انت رحتي يعني على الثانيه دي، ولا يعني حطوكي في ترتيبك كامل الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه؟ هقول لك الموضوع مشي ازاي. لا ده انا عايز، بس انا عشان الموضوع ده احنا عايز بعرفه كويس، بس هنطلع لفاصل اعزائي المشاهدين، هنطلع لفاصل عشان نعرف رحله سهيله مع مركزها. هي راحت على رقم كام في مركزها؟ المركز ده بيبقى لاعب واحد في الملعب، هي راحت كانت رقم 3. هنعرف بعد الفاصل هي عملت ايه، وكمان بعد الفاصل عندنا بعض الجوائز الفرديه اللي خدتها سهيله، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين حوارنا مع نجمه الكره الطائره في النادي الاهلي سهيله وفيق، واللي بتلعب في دوري الجامعات NCAA في امريكا حتى الان في ولايه شيكاغو. يمكن اجيلك بقى نتكلم عن لما رحنا كان في 2 في مركزنا. السؤال هنا، انت رحتي هم كانوا حاطينك فين في الفرقه؟ اول لما وصلت كنت طبعا الثالثه، ده طبيعي لان انت لسه جايه. قعدت، هم كانوا لاعبين 8 ماتشات اوريدي من الموسم بيلعبوا كل اسبوع كام ماتش؟ احنا السيزون اللي فات، مش اللي فات على طول، اللي قبله، لا اللي انت رحتي عليه، اللي انا رحت عليه دوت، كنا بنلعب ماتشين يعني 8 ماتشات، يعني 4 اسابيع بالظبط. لعبوا 4 اسابيع قبل انت ما تروحي بالظبط، مش كتير قوي يعني، يعتبر مش كتير. بس هو المشكله في الاعداد اللي انت ما حضرتوش بالظبط، 5 أو 6 أو 7 شهور بالظبط، لان كان كوفيد الدنيا واقفه بالظبط. بعدين اول لما رحت كان بقى اتمرنت معاهم تقريبا 3 أو 4 ايام قبل ما كنت نزلت واخدت الاسبوع ده كده بتاعي، ورحت سافرت معاهم. احنا كنا بنلعب ماتشين ورا بعض، يعني جمعه وسبت مثلا او سبت وحد او كده. سافرت نزلت، اول لما رحت نزل البنت اللي هي الاساسي دي كده بدا بيها. واحنا كنا كسبنا 8 ماتشات اللي احنا لعبناهم، حلو، والماتش ده خسرناه، فنزلني في الاخر هو بحيث ان هو بقى يشوفني، يعني خلاص انا كده كده خسران، قلت اجربها بقى بالظبط، ابقى كسبت حاجه في المباراه. احنا كنا بنلعب فرقه رايح جاي عشان الكوفيد، كنا بنلعبهم يا اما عندهم يا اما عندنا ماتشين ورا بعض، حلو قوي، عشان يقللوا حركه التنقل. تاني يوم لعبنا نفس الفرقه، بدا بالبنت دي تاني، خسرت اول جيم، قام بادئ بيا الشوط التاني على طول. اتخضيت انت بقى؟ ما اتخضيتش، بس كنت اللي هو ايه، يعني مش حافظاهم دي بتدخل امتى ولا دي رقعتها عامله ازاي. خلي بالك انت اكيد في الماتش الاولاني برضو اديتي له الثقه، يعني هو مش هينزلك الا لما تكوني اديتي اداء كويس. انا كنت كويسه قوي في اخر جيم ده، احنا خسرنا بس كنت كويسه. تاني يوم بقى نزلت تاني شوط، تاني شوط كسبنا الماتش 3-1، كنت كويسه قوي. لعبتي 3 شوط، لعبت 3 شوط خلاص، انت كده قدمتي زي ما بيقولوا اوراق اعتمادك بالظبط. خلاص الماتش اللي بعده ابتدى بيا على طول، يعني وبقيت مكمله بقى بقيه السيزون، وصلنا لحد ما دخلنا نص نهائي. وكسبنا نص نهائي، دخلنا فاينل، خسرنا الفاينل 3-2 15-13. كانت صدمه. كانت صدمه يعني الفاينل. طب هو اللي بيتاهل يعني بطل الكونفرنس ولا بيبقى بطل الدوري؟ هو اللي بيتاهل للان سي دبليو اي. فاحنا عشان خدنا تاني فما تاهلناش السيزون. مفيش احسن ثواني؟ طيب مفيش اي امل؟ مفيش اي امل، ما كانش في اي امل خالص. مقفوله، كانت مقفوله خالص. ده بقى السيزون دوت، الحمد لله كسبنا، خدت البطوله. طب خدنا بقى البطوله. طب السينيور كانت اتخرجت؟ لا كانت معايا برضه السنه دي، لسه معايا، كانت عامل ماجستير ده بيلعب في الجامعه برضه. بس ما بياخدش سكولر شيب؟ لو لا بتاخد سكولر شيب عادي، طول ما هي بتلعب، طول ما هي اون سكولر شيب. برافو، طول ما هي عايزه تكمل تعليم بالظبط. طيب خلينا نروح بقى لمجموعه الجوائز الفرديه دي. عايز بقى الكاميرا تركز معايا كده عشان في كلام جامد قوي. ده ايه ده بقى؟ ده كان عشان ده وومن فولي بول شامبيون شيب 2021، دي اللي احنا عشان كسبنا الدوري فدخلنا الان سي دبليو اي، فدي جايزه از ان احنا بارتيسيبنت يعني في البطوله. انتوا كواليفايد للان سي دبليو اي بالظبط، دي ما بياخدهاش غير اللي بطل الدوري. اللي هو انتوا عندكم في يعني في الدوري بتاعكم كام؟ اهي ان سي دبليو اي مكتوب عليها يا جماعه على الشاشه، وعايز اوريكم ظهرها، مكتوب عليها الظهر، مكتوب عليها 2021 وومنز فولي بول شامبيون شيب، ومكتوب كاركتر، ومكتوب ليرنينج، ومكتوب بالانس، ومكتوب سبيريت، ومكتوب كوميونتي، ومكتوب فير بلاي. ايه ده؟ انا عايز اقول لكم اللي مكتوب في ظهر الميداليه ايه. مكتوب فير بلاي يعني اللعب العادل، او اللعب الكاركتر يعني الشخصيه، مكتوب ليرنينج ان انت تتعلم، مكتوب بالانس يعني الاتزان، مكتوب سبيريت يعني الروح،
مكتوب كوميونيتي، يعني المجموعه او الجماعه او يعني المجموعه كلها يعني كاتبين عناصر الفوز. لازم تكون كل دي من وجهه نظر ان سي دبليو اي، الفرقه اللي بتتاهل للدوري بتبقى فيها او بتبقى هي فيها الشخصيات دي، صح؟ صح. ايه رايك؟ فهمتك الدنيا ازاي؟ طيب دي خدتوها انتوا لما اتاهلتوا. دي السنه 2021 اللي احنا فيها. السنه دي. طب السنه بقى اللي هي 2021 22 عاملين ايه؟ لسه بقى. لسه. لسه هنبتدي سنه جديده لسه. طب لا انا عايز الكاميرا تفضل معايا يا جماعه، خلاص دي رحنا ان سي دبليو اي ومش اي لعيب بياخدها، هنروح بقى للجائزه الثانيه اللي خدتها، دي حاجه فرديه، معلش برضو نشوفها على الشاشه وهتقول لنا سهيله ايه قصه الموضوع ده. طيب دي ايه دي بقى سهيله؟ دي جائزه احسن ارسال في الدوري. في الدوري انت بتلعبي فيه؟ الدوري اللي هو كام فرقه برضو تاني معلش؟ 40 فرقه. 40 فرقه. اللي لعبتوا بتلعبوها رايح جاي؟ رايح جاي. دي خدت فيه احسن معده؟ احسن معده واحسن ارسال. طيب ال 40 فرقه دول من كام ولايه؟ من كتير قوي. كتير. مش عارفه. كتير ها؟ يعني انتوا مش كتير. طب في كام دوري من ده؟ تقريبا الولايه فيها فرقه او فرقتين ماكسيمم. طيب الدوري الامريكي فيها كام دوري من ده؟ هو دوري، هو في اربع دوريات بالظبط. في ديفيجن 1، ديفيجن 2، ديفيجن 3، وفي دوري تاني غير الان سي دبليو اي. ان سي دبليو اي بالظبط. طيب دي بقى دي الجائزه الثانيه احسن معده في دوري انت فيه على 40 على 40 جامعه يا جماعه. بالزبط. طيب ناخد بقى الجائزه الثانيه بس دي اكبر شويه من دي. دي عشان احسن بصيره بقى. احسن بصيره. يعني دي احسن ارسال. دي احسن ارسال. البصير شايفينه احسن. فخلوها دي اكبر. يعني انتوا لو شفتوا يا جماعه الفرق، احسن ارسال اصغر شويه، معلش يا جماعه نجيبها اصغر ارسال اهي، ودي احسن معده. فهم شايفين ان الاعداد الاسيست اللي بتعمله سهيله تستحق تكون اكبر. كل حاجه وليها رمز على فكره. طيب قولي لي بقى قصه دي ايه؟ دي قصه طويله قوي. لا احكي لي بقى. دي كانت دي مبدئيا انا احنا جالنا كوفيد في فرقتنا. فقعدنا 3 ماتشات ما بنلعبش. بعد ما انا كنت في ليد في الاسيست نزلت الثانيه علشان بقى لنا 3 ماتشات ما بنلعبش. بالظبط. تلعبوش. فضلت الثانيه لحد الاخر خالص لحد ما وصلنا للفاينل. فاينل. لعبت بقى اللي هي الاولى اللي كانت ضدي. بتنافسك. انت بتخلص الماتش تشوف الاحصائيات والسكاوتنج والستاتس على طول على الانترنت. فانتوا شايفين بعض، انت عارفه مين اللي بتنافسك على طول. جنسيتها ايه هي؟ امريكيه. امريكيه. وهي كويسه قوي والضريبه اللي معاها كويسين قوي والفاينل بتاعنا كان صعب قوي. يعني احنا كسبنا الفاينل بتاعنا. احنا كان عندنا ماتشين مهمين قوي، رايت ستيت وفرقه اللي هي الفاينل دي. تمام. رايت ستيت احنا كسبناه على ملعبه، دي الفرقه اللي احنا خسرنا منها من الفاينل السنه اللي فاتت. السنه اللي اول ما روحتي كسبناهم 19 17 على ملعبه. ده الماتش الخامس. الماتش الجامعي 3-2. دي الجامعه كانت مقفوله. مقفوله. بنلعب على ملعبهم بقى وفي جماهير والناس كلها عماله تتفرج وما بيشجعوش غيرهم. طبعا ما هي ملعبهم. بالظبط. احنا يعني كسبنا الماتش ده، انا اخدت اعلى نسبه اسيست، كنت جايبه 62 اسيست، دي حاجه ما حصلتش في تاريخ الدوري اصلا. فدي كنت مبسوطه منها قوي. اللي قصادك جايبه كام؟ قصادي كانت جايبه 50. انت جايبه 12 اسيست، هو ده اللي عمل الفرق. هو ده اللي ابتدى يعمل فرق بقى. بس حلو ان الكومبيتيشن اخر مباراه هي بقى اللي بعديها. يعني الماتش ده ادائي فيه هو اللي هيخليني اخد. بالظبط. فده كان عايز اتزان. بالظبط. وعايز ثبات انفعالي وعايز اداء. بالظبط. تلاقيك يوميها ما نمتيش بالليل. ما نمتش خالص. طب هي كانت المسافه بين الولايه دي والولايه دي قد ايه؟ 7 ساعات. طيران رحتوا ولا باص؟ رحنا طيران. طيران. 7 ساعات طيران؟ لا مش 7 ساعات طيران. ده بره امريكا. ساعتين طيران. 7 ساعات بالعربيه، بتبقى اكيد بالعربيه ساعه ونص ساعتين الا ربع. بالظبط. زي شرم والغردقه كده بنروح لها. بالزبط. طيب خدنا احسن معد في السنه دي. وطيب الارسال قصته ايه؟ ما هو برضو انت خدتيها ازاي؟ الارسال هو كان نفس الماتش ده انا جبت 6 ايسز. وكانت الناحيه الثانيه قصادي. بتنافس لعيبه ثانيه بقى خالص. احسن ليبرو في البطوله. احسن استقبال في البطوله. كانت الناحيه الثانيه. وكنت ساعتها الكابتن بتاعي بيخليني اعمل واحد قصير واحد طويل، واحد قصير واحد طويل. كان صعب. كانوا مش متوقعين انا هعمل ايه، فكانوا موقفين الليبرو دي من كتر ما انا جبت ايسس في البنت بتاعت 4، جنبوها وخلوا بقى الليبرو يستقبلوا ب2، فكان الموضوع اصعب. بقى في انت مش داخل ايس بقى اصعب. فعليت بالاسيست. ايس اللي هو نقطه مباشره من الارسال. مش بس تبقى عارفين احنا بنتكلم في ايه، ايس دي نقطه مباشره، انت جبت 6 ايس. بالظبط. واضطروا يلعبوا ب2 ليبرو عشان يوقفوا ده، فانت ما بقيتش عارف تلعبي فين ولا فين.
ما انت هتلعبي هنا ليبرو، الليبرو بيبقى كويس جدا في الاستقبال فصعب تجيبي فيه ايس. هي كمان احسن ليبرو في البطوله كمان. طب العب على الليبرو الثاني بقى تعمل ايه؟ اكيد شيل ليبرو ثاني بقى. طيب كويس، احنا كده ماشيين زي الفل، كسبنا الحمد لله، خدت خبرات كبيره فادتنا لما رجعتي ثاني في النادي الاهلي. يمكن السنه اللي فاتت انت ما بخلتيش على النادي الاهلي، كابتن حمدي كان على اتصال بيك على طول وقلت الكلام ده معانا في سكايب لما دخلتي معانا. طيب طيب يعني طيب خلينا لما اسمع سؤالك ده بعد ما تفاصل هم بيبلغوني صور. طب خلينا نروح للصور دي، معلش يعني نروح للصور دي، خلينا نعرف قصتها قبل ما نعرف حكايه انضمامك نادي الاهلي السنه اللي فاتت. دي كانت فين؟ دي كانت الفاينل بتاعنا اول لما كسبنا الفاينل، فاينل السنه دي اللي هي سنه 2021 دي في الملعب الفرقه الثانيه. بعد ما الجمهور مشي. شفتي بقى انا بربط الكلام مع بعض. خلاص بقى ودي الحاجه اللي معانا دي طبعا الشامبيونشيب، الكاس اللي انتوا خدتوه مع فريقكم. ايوه وده ده بقى احسن، ده احسن بصيره، احسن بصيره اللي هو الكبير. طيب ودي برضو، دي برضو في نفس الملعب، نفس الملعب. نفس الماتش انتوا بتلبسوا الماضي؟ احنا لا، دي تيشرتات البطوله يعني المكسب. اللي بيكسب بياخد التيشرتات دي. التيشرتات دي طب احنا عايزين التيشرتات دي بعد اذنك عشان احنا مشغولين فيها انا ومعلش بعد اذنك. يعني احنا مش تيجي بقى اسهل، بس احنا معلش احنا الحاجه دي لا انا اجيبها لك مخصوص ما تقلقش. انا بهزر معاكي طبعا. طيب قولي لي يعني الجو العام، شكل الملعب بالباركيه بالجو العام كده يشجع صح؟ تحفه. تحفه. مستمتعه انت بحالك هناك؟ الملعب هناك مخصص للفولي. الارضيه بتاعته ما تصيبش عموما. بتمتص الصدمات. هم يعني فكره ان احنا نلعب فولي بول على الباركيه فكره حلوه طبعا، بس عندنا في مصر بيقول لك لا الباركيه ما ينفعش مع الفولي بول. لا لا لا، اعتقد ان هو احسن حاجه انا بصراحه مش فاهمه قوي يعني، بس هو اللي انا اعرفه ان احنا بنلعب عليه هناك ده احسن حاجه. ما هو احسن ليه؟ لان هو صدمات الشوك ابزورفر بالظبط، امتصاص الصدمات للباركيه بيخفف الحمل من على الظهر والركب بالظبط. بس احنا عندنا في مصر لسه متمسكين بالملعب القديم، ودي حاجه يعني يعني الواحد زعلان بيها جدا، لان المفروض يبقى كل ملاعبنا باركيه الحقيقه. نفسنا. طب خلينا نطلع فاصل اعزائي المشاهدين، عندنا مفاجاه بعد الفاصل مع سهيلة خلاف طبعا انضمامها للنادي الاهلي. انتظروا بعد الفاصل عشان تعرفوا المفاجاه ايه. نروح للفاصل واجه حضرتك. اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين حوارنا مع نجمتنا نجمه الكره الطائره في نادي الاهلي سيدات سهيلة وفيق، واللي بتلعب دلوقتي في شيكاغو في دوري الجامعات الامريكي للكره الطائره NCAA. سهيلة انت كنت معانا من حوالي 3 اسابيع لما كنت في امريكا، ودخلتي معانا بالسكايب وطمنا عليكي وكنت انت لسه برضو كسبانه البطوله، فكنا سعداء بيكي، او كسبانه ماتشات كنا سعداء بيكي. فساعتها قلت لك انا نفسي تغني حاجه لمصر، طبعا احنا كلنا انت كمان اكيد وانت هناك مشتاق لمصر يعني، فاللي بيغني هو مشتاق لبلده بتبقى الاغنيه فيها احساس كتير، فانت وعدتيني لما اجي ايوه هنغني اغنيه لمصر. ليك الميكروفون. ماشي، انا اغني فيها حاجه حلوه بتاعت ريهام عبد الحليم. يا ريت، دي جميله جدا. ماشي. يلا بسامعيني. ماشي. فيها حاجه حلوه، حاجه حلوه منا، حاجه كل ما تزيد زياده فيها، ان فيها نيه صافيه، فيها حاجه دافيه، حاجة بتخليك تتبت فيها سنة سنة. مصر هي الصبح بدري، مصر صوت الفجر يدن، صوبي فول طعمية كشري، دو بطاطا سخنة جدا. مصر أول يوم العيد، عادية بومب ولبس جديد، فن سيما وغنى وتياترو، حفلة تلاتة في سيما مترو، موائد الرحمن وفانوس رمضان، مسلم في بيت مسيحي في الترو، طرني ملايقة على تخت غنى. فيها حاجة حلوة، حاجة حلوة منا، حاجة كل ما تزيد زيادة فيها، إن فيها نية صافية، فيها حاجة دافية، حاجة بتخليك تتبت فيها سنة سنة. تقيلة العصرية في مصر، ولما على طبلية في مصر، مولد السيدة والذكر والهيصة،
وركعتين بركه في السيده نفيسه، المشي على الكورنيش والبركه في لقمه عيش، فرح بلدي وليلتها حنه، فيها حاجه حلوه حاجه حلوه منها، دي تتعبك ولا بتسيبها، تحيرك برضو حبيبها، على بعضها خيرها عيوبها، حته من الجنه فيها حاجه حلوه. برافو 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 يا سهيله. يعني عايز اقول لك انا الحقيقه، يعني مش عايز اقول ان جسمي اشعر، لان الحقيقه افتكرنا كل حاجه في مصر. وخليني اقول لك انه انت بتغنيها لان انت حاسه بقيمه الكلام ده. دي حقيقه، دي يعني حقيقة. وانت هناك، طب يعني اكتر حاجه وحشتك بقى في مصر ايه وانت هناك؟ اكتر حاجه وحشتني اكل مصر طبعا، غير الاكل برضو اللمه. يعني عموما لمه مصر حاجه تانية، انك تنزل تقعد مع اهلك، انك تنزل تقعد مع اصحابك، انك تخلص تمرين وتحس ان انت كده مع عيلتك مع اهلك، دفى الاسره. حاجه تانية. ما حاولتيش تطبخي هناك حتى على الاقل؟ يعني حاولت اطبخ بس يعني خلينا ما نتكلمش مش زي اكل ماما. لا لا خالص. انا عايز اقول لكم ان طبعا والده سهيله منورانا في الاستوديو هنا طبعا، وهي طبعا يعني مش عايزه تسيبك، لان هي يعني انت جايه تقعدي معانا اسبوعين، هنسيبك ازاي؟ فطبعا منورانا ومشرفانا طبعا قد ايه هي اسره مرتبطه، وقد ايه يعني دي حاجه تسعدنا جدا. وبنشكرك على الاغنيه الجميله دي، وبنشكرك انت حضرتي، يعني انت وعدك ما نسيتهوش. أيوة صح كده؟ طيب خلينا نروح لانضمامك للنادي الاهلي السنه اللي فاتت. في العادي اللعيب بيرجع في الاوف سيزون بتاعه في السمر، يعني بيقول لك اريح، انا عايز اريح بقى وبتاع، افصل شويه، 9 شهور 8 شهور 10 شهور دراسه مع ماتشات، يبقى الحمل ببقى اكزهوستد جدا. انت قلتي لا انا هرجع العب مع النادي الاهلي، القصه جت ازاي؟ وكابتن حمدي وتواصل معاك ازاي؟ هو كابتن حمدي انا من ساعه ما سافرت وهو بصراحه متابعني يعني على طول، وعامله ايه واخبار الماتشات ايه، و يعني وصلتوا لايه وكده. وبعدين قبل ما انزل على طول قال لي هتنزلي امتى، كان في يعني ترتيبه بينا. ولما نزلت قال لي ان شاء الله انت دي يعني لقطات من تمرينك يا سهيله؟ اول لما نزلت ده اول ما رجعت من السفر؟ اول ما رجعت من السفر المره دي نزلت التمرين بالتيشيرت اهو الشامبيون. ايوه يا عيني، شفت انا عرفته ازاي؟ يا عيني بالتيشيرت ده فانا عرفته. لا وبس يعني حتى انت ما يعني نازله تتمرني حتى في ال في اول ما رجعت، دي حاجه كويسه جدا. ارتباطك بالنادي الاهلي حاجه كبيره جدا. جدا جدا، انا بحب النادي الاهلي قوي يعني هم كمان كانوا وحشيني بطريقه صعبه. يعني هم كانوا بيكلموني هناك اول لما نزلت هنا بقى وشفتهم على الحقيقه، بقول لهم يا جماعه انا مش مصدقه انا شايفاكم على الحقيقه. حقيقة كله سكايب كله سكايب وفيس تايم وكده. المره دي بقى انا شايفاهم الحقيقه، كنت مبسوطه قوي. طيب خلينا نرجع فلاش باك تاني. السنه اللي فاتت كابتن حمدي كان متابعك، عارف ان الدوري خلص، قال لك تعالي العبي ولا جه ازاي الكلام؟ قال لي انت هتنزلي امتى، وكان المفروض دي بطوله الكاس كانت هتتلعب. أيوة. كان الدوري خلص ما لحقتهوش. كان الدوري خلص في بطوله الكاس بقى، قال لي ان شاء الله ان شاء الله يعني تلعبي معايا بطوله الكاس. طيب انت كنت قلت لنا ان في موافقه لازم تيجي من الجامعه. لازم. طيب اللي حصل النادي الاهلي بعت ولا ايه اللي تم؟ انا بلغت الجامعه بتاعتي بالبطوله بالظبط، بتتلعب من امتى لحد امتى. لانه متهيألي ممنوع ان انت تبقي ماضي عقد. ممنوع. انت لاعيبه هاويه بالظبط، فعشان تبقى محترف وبتمضي عقد ده ممكن ترمينيتد من هناك على طول. بالظبط. فانت لازم يضمنوا ان ده مش هيحصل. بالزبط. عشان الفير بلاي. بالظبط. انا اوريدي عقدي موقوف مع النادي الاهلي. بطوله الكاس انا بلغتهم بيها تلعب من امتى لامتى، وهم ما كانش عندهم مانع لان هي مش ماضي عقد، وفي نفس الوقت البطوله حجمها مش كبير يعني. تقريبا كانت 3 ماتشات. انا فاكر لعبت سبورتنج هناك او 4 ماتشات. ده استقبال زمايلك؟ ها اوبا، مريم مش مصدقه. اوبا. لا مش مصدقه. وكابتن حمدي الصافي ورا في الخلفيه. ايوه ده. بس يا خبر ابيض، ما صدقوش ان انت موجوده. دي حقيقه. يعني الروح دي والحب ده اكيد يعني. كنت طبعا قالت لك ايه دلوقتي؟ كانت بتقول لك ايه؟ كانت بتقولي هي دي الايه؟ بتقولي اتغيرتي قوي لما سافرتي امريكا. لا مريم تنسى، مريم شكلها منمره على التيشيرت، انسى يا مريم احنا سبقنا. طيب قولي لي برضه يعني انا جايبه تيشيرتات لنص الفرقه. طبعا حبايبك واخواتك واصحابك وتاريخ وعمر. أيوة دي مع بعض. دي حقيقة. طيب يعني اتمرنتي كام تمرينه مع النادي الاهلي من ساعه ما رجعت؟ كانت اول تمرينه امبارح. اول تمرينه كانت امبارح. ايوه. طب ايه دي ايه بقى؟ ده كان حد بيبوسني من بعيد. فانت تبعتي له بقى بوسه في الهواء كده. طيب قولي لي برضه السنه اللي فاتت لعبنا الكاس، كانت 3 ماتشات، الجامعه وافقت، النادي الاهلي بعت الجامعه. طب الجامعه تابعوا الماتشات شافوها؟
شافوها الكابتن بتاعي اتفرج على الماتشات لايف. لايف كمان بقى اللي كيش بعت لي اللينك بقى، لا ده قاعد اتفرج لايف فرق التوقيت قاعد سهر له. قاعد هو كان ساعتها فرق التوقيت بالنسبه له كويس، لان احنا الماتش كان هنا 6 او 8 كان هناك 1-2 بالظبط 12، فكان فرق التوقيت فرق 8 ساعات. يبقى كان الساعه 12. اتبسط قوي بالمباراه، كلمك بعدين. اتبسط قوي اول لما كسبنا بقى، قال لي وترتوني يعني. بس كان ماتش عصبي، كان ماتش عصبي قوي، ماتش السيد كان ماتش صعب. وكمان ده سلام كابتن الكبير كابتن دهنا سامح، من اكتر الناس اللي وحشتني. طبعا طبعا. انا عايز اقول لك ان هو يعني بس بتقول لك ايه، بتقول لك وحشتيني. كانوا فرحانين بيكي قوي قوي. لا انت حاجه مشرفه جدا ما شاء الله. ربنا يخلي حضرتك. طب قولي لي يعني ما وحشكيش اللعب؟ وحشني جدا جدا. يعني هو تقريبا احنا مخلصين بقى لنا ايه اسبوعين هناك في الجامعه. الدوري بتاعنا خلص من اسبوعين، وانا كان عندي اسبوع الفاينل. اول ما خلصت الفاينل نزلت على مصر، اخدت تقريبا 3 4 ايام اجازه، وبعدين نزلت بقى مع النادي الاهلي. طب لما ترجع امريكا عندك ماتشات؟ عندي ماتشات بس كلها بطولات يعني مش رسمي، مش الدوري. مش الدوري مش المفروض هنعمل فتره اعداد بقى من اول وجديد من اول لما ارجع، وعندنا بطولات بحيث ان احنا يعني ما ننساش الماتشات والحاجات دي. جو المباريات ما تنسوش بالظبط. طيب هم السنه الجايه انت فاضلك كام سنه مع الجامعه؟ سنتين. انتوا 4 سنين مش كده؟ ان شاء الله. طب انت بتدرسي انهي ميجور هناك؟ بزنس فاينانس. بزنس. انت كنت طالعه من هنا بزنس ورحت على هناك بزنس. بالظبط. الدنيا صعبه هناك عن هنا ولا الدنيا اسهل؟ كدراسه كاكاديميك صعبه عشان كل حاجه انجلش يعني. انا كنت بس انت ما عندكيش مشكله بتهيألي. انا ما كنتش ما عنديش مشكله، بس هي الفكره ان يعني ما فيش حتى حد مثلا ممكن يساعدك عربي. طب السنه الجايه السينيور دي هتكون اتخرجت ولا هتبقى لسه؟ هي السنه دي اتخرجت. شفت يبقى انا متابع. طب جابوا حد تالت؟ جابوا حد. منين؟ امريكا ولا من ايطاليا؟ ايطاليا. بس الايطاليين كويسين. كويسين بس على مين؟ على مين يا باشا؟ احنا مصريين بقى يعني. طب قولي لي مستواها يعني، شايفاه اصغر منك اكبر منك؟ هي صغيره ومستواها كويس طبعا. هم خلي بالك اصغر منك دي بتبقى فرق سنه مش كتير يعني. بالظبط. مش بالزبط. يعني تعتبر نفس السن تقريبا. تلعب في منتخب ايطاليا ولا لا؟ هي طيب. لا احنا بنلعب في منتخب مصر يا باشا ما يهمناش. ربنا يوفقك يا سهيله بجد. انا سعيد جدا. انت يعني حطيتي روح حلوه في الاستوديو كله. انا اللي سعيده والله ان انا مع حضرتك بجد. واديتينا لا ده احنا اللي سعداء جدا بجد، حاجه تشرفني، واديتي روح ايجابيه لكل اللي في الاستوديو. شكرا. وان شاء الله ترجعي بالسلامه وتقعدي اجازه سعيده مع اسرتك. ربنا يخلي حضرتك. شكرا قوي. سهيله وفي نجمه النادي الاهلي بشكرك شكرا جزيلا. اعزائي المشاهدين ده كان حلقتنا النهارده، يا رب تكون نالت اعجابكم. ان شاء الله انتظرونا في حلقه جديده مع الابطال. بس عايز افكر حضراتكم بكره ان شاء الله عندنا مباراتين ان شاء الله هيتذاعوا. تابعونا على شاشه قناه النادي الاهلي وتعرفوا مواعيدهم وكل شيء. اشكركم شكرا جزيلا.